وكيوم ولدته أمه. تذكرون قبل ممكن 3 سنوات استضفنا قس، يعني ليس مجرد نصراني، قس أسلم، كان قسا قرابة 20 سنة. الله. فقال أنا ولدت 3 مرات من رحم أمي، ولما أسلمت والثالثة لما حججت. يا الله. يقول جئتكم تقريبا من مسافة 6 إلى 7 كيلو وما أحسست بالتعب، لأني أريد أن أبلغ رسالة ربي وأريد أن أخدم هذا الدين وأن أنشره. كان الشيخ مؤمن إبراهيم هو الآن من سكان مكة.